على امتداد وديان محافظة لحج تفوح رائحة الفل من داخل بساتين المزارعين الذين يسابقون شروق الشمس، توقظهم أشذاء الحقول الزكية وعبق الياسمين والزهور العاطرة. ما تزال زراعة الفل هي مهنة الكثيرين من أبناء لحج الذين يمنحون اليمن المنكوبة بالحرب لست سنوات عقوداً مطرزة بحبات الفل البيضاء التي تثمر زهراتها وتكتمل رائحتها العطرة على مدى 6 أشهر من كل عام. هذا الفل يعتبر يعني مصدر دخل للمزارع، والمزارع يستفيد منه يعني دخل يومين من الفل هذا لمدة 6 أشهر. يعني زراعة هذا الفل يكون سنويا يعني أيام الحمل 6 أشهر. ويتم بيع حبات الفل عبر مراحل عديدة، حيث يبدأ المزارعون بقطف ثمارها من داخل بساتينهم، ثم يذهبون بها إلى السوق المخصص لها، سوق الحراج. هو سوق مخصص لبيع حبات الفل في مدينة لحج لمئات المواطنين الذين يقومون بنقلها إلى شوارع وأحياء مدينة عدن. بعد أكثر من 100 يد عامل معتمد على شغلة الفل. نحن في لحج طبعا زراعتنا هي الفل والمشموم والخوخ وغير، ولحق دائما هي سباقة بعد كده، بس اللي نفتقد له الآن نحن مثلا الدواء، الأدوية مش عادي مكانته. أول كان يورد بكثرة، الآن مش موجود. الفل هو أنواع مثلا يستعملوه في العناس زي الشردخة، الجلد العنايسي، الدائري إلى آخر. وعلى أرصفة الشوارع يصطف العشرات من الباعة المتجولين الذين يبيعون حبات الفل الأبيض للمواطنين، والذين بدورهم يستخدمونها في العديد من المناسبات مثل الأعراس وحفلات التخرج وغيرها من المناسبات السعيدة. يا حمام الحسين حبكم في الشوا يهير ما هو سوا. الفل تشتري الأمرأة مشان العروس، مشان يعني لما يكون في عندهم عروس ولا حاجة يشتروه، يقول هنا نصهم بعضهم يشتروا من الحراج، بعضهم يشتروا من دول يعني البائعين، تعملش بعدين يشكوه وذا يخلوه مشان العروس، وبعضهم يشلوه يستعملوه للثياب، بعضهم يستعملوه لأي حاجة. يا موز يا مشمش ويا عنبرود يا غمر الوادي يا تخد شامير وعين الهنود. لحج أرض الفل وبساتين الحسين وأغاني القمندان وقصائد الشعراء المفتونين بجمال لحج، المكان الملهم للفن والشعر والإبداع. وتشكل تجارة الفل مصدر رزق لمئات المواطنين بمدينة عدن التي تعبق رائحة الفل من جدرانها رغم بارود الحرب وأوجاع الصراعات، ولا شيء يضاهي عبق الفل في قيض الصيف الملتهب. أمة الرحمن العفوري لقناة سهيل الفضائية عدن.